حضرتك شايف انه دلوقتي بقى في سمة في العصر كده موجودة ان الراجل مش عايز يصرف في طبقة معينة، بتكلم الراجل مش عايز يصرف، الست تشتغل ويطلع عينيها طول اليوم وتروح في الاخر تحاول هي تصرف على اولادها وتحاول ان هي وتديله فلوس كمان، هل حضرتك شايف كده؟ هو احنا مش عايزين نظلم الرجاله كلهم برضو، مش يعني هنقول كله، ما فيش حاجه اسمها كله، لا تعميم هنا ولا تعميم هنا، لكن بقى في كتير. يعني احنا عايزين نقول انه الاسلام تكفل لهذه المراه في بيتها بان يكون الرجل على قدر كبير من الاهتمام والعنايه ببيته وباسرته، يتحمل النفقات، يعتني بأسرته وبأولاده. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. نيجي هنا لكلمة المسؤولية. المسؤولية دي كلمة بسيطة جدا من حروف معدودة ولكن بتحمل معاني كبيرة جدا. مسؤولية معناها أنه يجب عليه العناية بهذه الأسرة ابتداء من طعامها وشرابها، انتهاء بحمايتها من كل ما يحيط بها من المكاره أو المخاوف، وأنا هو مصدر الأمان في هذا البيت. طيب لا مصدر الخوف. لما بتجيلكم مشكلة في وقف الوحدة، في وحدة لم الشمل، إن الست تيجي تقول الراجل مش عايز يصرف، قاعد ما بيشتغلش ومش عايز يصرف، تيجي له شغلانة يخلص فلوسها على نفسه وعلى مزاجه ومش عايز يصرف على البيت ولا عايز يصرف على اولاده، او الراجل اللي بيطلق مراته ويطلق ولاده معاها مش عايز يصرف عليهم خالص، بتقولوا للست هنا ايه او بتقولوا للراجل ده ايه؟ احنا هنا بنوجه النصيحة بقى، بس خليني اكمل استاذة اميرة في كلمتين مهمين كده كنت بقولهم في مع الجملة الاولى، انه الرجل لابد ان يكون مصدر الامان في البيت لا مصدر الخوف في البيت. ايوه، مش هو مصدر النكد. مش ما ينفعش ان انت كل ما تدخل البيت تزعق تكشر تتنح مزاجك وحش وانت قاعد على القهوة او قاعد في الشارع او قاعد مع اصحابك قاعد بتضحك ومبسوط ومزاجك حلو والرسائل دي بتوصل لزوجتك او بتوصل لابنائك ان هو كويس وزي الفل، بس ساعة ما بيدخل البيت يبص لده بصة بجنب بطرف عينه، يبص لده بصة ينظر اليهم شزرا، نظرة رعب. لا، ده أنت مصدر الأمان في البيت. المفروض أنت لما تدخل كل البيت يتحوط حواليك بالظبط ويحتمون بك ويلتفون حولك وتكون مصدر للسعادة وللنعمة في البيت، يشعروا بأن وجودك نعمة. يا ريت رجالة كتير مش والله وجودك نقمة. الموضوع ده موضوع مهم جدا. أحيانا الأسرة والأبناء يشعروا أن وجود الأب ده نقمة، عايزينه يمشي، أو وجود الأم نقمة. لا، لابد أن نكون مصدرا للنعم. صح، في بيوتنا. مش لازم بالمادة ولا بالفلوس، لا، بالكلمة الطيبة، بالعمل الطيب، بالقدوة الطيبة. طبعا الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله سبحانه وتعالى يأمرنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيوة، يقولوا أحسن الكلام. إن الشيطان ينزغ بينهم بإيه؟ بالكلام السيء. أيوة، بالزعيق، بالتعنيف، بالضرب. ما لو الناس تعرف تأثير الكلمة إيه، الكلمة اللي بيطلعوها دي عادية من بقهم وبسيطة، لو يعرفوا مدى تأثيرها، لو كلمة كويسة وطيبة هيبقى مدى تأثيرها ايه على اللي حواليهم وأحبائهم، ولو كلمة سيئة مدى تأثيرها ايه برضو. لذلك الناس مش عارفة معنى الكلمة تأثيرها ايه. كويس جدا يا أستاذة أميرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز ازاي نهتم بالكلمة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ربنا شوف بيضرب لنا المثل ازاي، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، وجاب لنا الآية بأسلوب الاستفهام وهو من أساليب التشويق للاستماع علشان يفتح أذهاننا كده علشان نسمع كويس ونفهم كويس. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صح، هذه الكلمة الطيبة التي تسمعها الزوجة أو الأم في البيت بتطيرها في السماء، التي يسمعها الأبناء في البيت هي أولى ركائز التماسك في الأسرة. أيوة، الزوجات معظمهم لما يجوا يشتكوا يقولوا إيه؟
ده مفيش كلمة حلوة. أيوه. ده أنا مستنية منه كلمة حلوة، ليه يا أخي حرام عليك؟ ما بتقولش كلمة حلوة ليه؟ ادخل كده قول سلام عليك وادخل اتوضى وصلي ركعتين أو استعين بالله واحمد الله على النعم الموجودة في دارك وحرم منها غيرك، نعمة الأمان اللي أنت عايش فيها، نعمة الأسرة التي تنعم بظلالها الوارفة. قدم كلمة طيبة عشان تسمع كلمة طيبة. تمام. قدم عمل صالح وقدم النفقة علشان تسمع شيء كويس، وما فيش مانع أبدا إن أنت تسمع إن 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 واحد من أولادك كان محتاج حاجة ولا بتاع وأنت راجع البيت كده جبت له شيء ولو بسيط. أيوه. على سبيل ده بيبقى تأثير كبير قوي عليك. تأثير كبير جدا طبعا. اللي أنا عايز أقوله من خلال ده كله، تكون يجب أن تكون مصدر الأمان في الدار. أيوه. مش مصدر الخوف، مصدر الأمان. أنت اللي يحب رجعتك للبيت، مش يكرهوه، مش يكرهوا رجعتك للبيت. أيوه صح. أحيانا في بعض الأسر كارهين عودة الأب. أيوه. ليه؟ أصل هيجي يشخط وينطر النكد، هيجيب النكد وزعق لده، والولد ده قاعد متحسب وراكم في جنب، او طلع بره البيت لما ابوه جه والبنت قاعده في زاويه والزوجه قاعده متحسبه تدافع عن مين ولا مين، حكايه كبيره. ليه في طفل في احدى القرى في نتائج الثانويه العامه اللي كانت لسه قريبه دي، الولد انتحر. لا حول، خوف من ابوه. لا حول، انتحر عشان ما جابش مجموع كبير فانتحر من خوف. لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأليوبية أعتقد تقريبا، حالة مشهورة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يحفظ أبناءنا أجمعين وأن يمن على الأسر وعلى الآباء والأمهات بالصبر والتحمل، وأن يمن عليهم بكل النعم ما ظهر منها وما بطن، وأن يفتح عليهم من أبواب فضله وعطائه ومدده وإنعامه وكرمه، وأن يمن عليهم بالحكمة والصبر والعقل ونور البصيرة والهداية. احنا اولادنا دول نعمة طبعا انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ومش بالضرورة ان الولد اللي جاب مجموع قليل ده هيكون فاشل في حياته خالص. احنا قدامنا نماذج كتيرة جدا، بعد كده نماذج ملهمة كان ربما حصولهم على درجات ما حققتش طموحاتهم دافع كبير ليهم ان هم يحققوا ذاتهم في كلياتهم. احنا دايما وفي حياتهم العمليه يا جماعه بدايه مش نهايه. نعم. دي بدايه طريق لسه. نعم. بس هي الناس محتاجه تفهم اكتر شويه. نعم. طيب.